ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاني إنسان كوكب مشروع البير الخيري ومشروع الحياة صدقة جارية عن شذا فائز جرار حفظها الله جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته شكرا لكم يا